بيقول لك انا هعمل شريحه في مخ الانسان يمكنها اعاده البصر للمكفوفين. طبعا ده لو حصل شيء رائع، ويعني والعلم دائما هو لغه العصر. لكن هل ده قابل علميا؟ اكيد انا مش متخصص يعني. تعالوا نروح لاستاذ الدكتور ايهاب الرفاعي، استاذ جراحه على المخ والاعصاب بطب قصر العيني. مساء الخير دكتور ايهاب. محمد دين، مساء الخير لحضرتك. اهلا بحضرتك. هو ممكن ما قاله ايلون ماسك يتحول الى حقيقه او واقع عبر زرع شريحه في مخ الانسان فتعيد اليه بعض القدرات اللي افتقدها؟ هم جربوا ده مثلا على قرد ولقوا ان القرد ابتدى يعمل تصرفات جيده يعني، ولعب لعبه من العاب الكمبيوتر وفكر بمفرده يعني. ده فكره التدخل في المخ البشري عبر زرع شريحه. اتفضل سيادتك. ايفن حضرتك، هو طبعا هو النشاط الدماغي الكهربائي يعني نشاط يعني متعدد، نعم، وفي نفس الوقت متجانس جدا، يقوم على يعني توصيلات عصبيه معقده. عشان حضرتك عارف طبعا ان هو النشاط دوت ممكن يبقى نشاط حسي، نعم، ممكن يبقى حركي لا ارادي، وفي طبعا الاحساس اللي هو المتميز او المميز، هو من ضمنه مثلا البصر والسمع وهذا. نعم. الابحاث دي حاجه اتعملت من زمان، بنسميها برين كمبيوتر انترفيس، وبدات من 1970. يعني هو يا من 52 سنة. من 1969 1970 اتعملت أول أبحاث عن موضوع إن احنا نحاول نستعوض عن التوصيلات العصبية دي لما يحصل فيها تأثر من مرض أو إصابة أو حادثة أو أيا كان، إن احنا نحاول نستعوضها بشيء آخر. فطبعا كان في فترة كان بنحاول نستعوضها استعواض يعني عضوي، اللي هو حاجة أكيد سمعت عن موضوع الخلايا الجذعية، وإن هي نقدر نحاول نوصل التوصيلات ديت بشكل إن الخلايا الجذعية دي تبدأ تنمو وتعمل التوصيلات اللي احنا محتاجينها عشان النشاط الدماغي دوت يبدا يوصل للاماكن اللي هي لازم يوصل لها. ولكن طبعا ابحاثي ما وصلتش في الاخر لنتيجه يعني مبهره او نتيجه ممكن نقول انها بقت علاج بالنسبه للجهاز العصبي. بدات تقريبا معاها او يعني في الفتره ديت ان هو طب ما احنا ممكن التوصيلات دي تبقى توصيلات كهربائيه. ان هو بقى يبقى فيه زي رقائق كده او شيبس يعني ممكن ان احنا نبدا نوصلها عشان تستعوض عن الايه؟ عن التوصيلات العصبيه اللي ممكن تكون اتاثرت. هو دي ابحاث يعني موجوده اللي هو قاله يعني كنظريه مش جديده خالص. بيتعمل عليها شغل كتير جدا في الفتره يعني الحاليه. في مجلة من الأعلى اقتباسا يعني بالنسبة لنا احنا في مجال المخ والأعصاب اسمها نيتشر، وكانت نشرت برضو بحث أعتقد في أول السنة دي عن حاجة قريبة من كده بالنسبة لمريض كان عنده مشكلة في الحركة، وإن هما ممكن يبدأوا يعني أو وصلوا يعني نتائج كويسة إن هو ممكن الرقائق ديت أو اللي هو البرين كمبيوتر انترفيس تكنولوجي دي إن هي تبدأ تشتغل على هذا الموضوع. لكن ما نقدرش نقول انها اصبحت حقيقه مؤكده. لا 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 خالص. ويمكن تعبير. طيب السؤال الثاني دكتور اياب، 52 سنه منذ المحاولات في 1969 او 70 لم تكن كافيه بالوصول الى النتيجه مرجوه يعني؟ هو الكمبيوتر برضه حضرتك يعني ما تطورش قوي غير في الفتره الاخيره يعني. هو صحيح. كان احنا كانت لازالت هي معتمده على التكنولوجيا او الكمبيوتر بشكل اساسي. يعني هي كانت لازالت افكار او نظريه، النظريه بدات في هذا الوقت وبدات تتطور مؤخرا. احنا يعني في فتره كبيره فضلنا شغالين على ان احنا نشتغل على الاتصالات العضويه بس اللي هو الخلايا الجذعيه، ولكن دي ما وصلتش نتائج يعني كويسه في الجهاز العصبي. هو حاليا الابحاث كلها ماشيه في اتجاه التوصيلات الالكترونيه اللي هو البرين كمبيوتر انترفيس، وبقى في جامعات دلوقتي موجوده في اوروبا بقى اتفتح فيها اقسام جديده فيها بقى ناس شغاله في المخ والاعصاب وناس شغاله في مجال التوصيلات الالكترونيه وناس شغاله في مجال الكمبيوتر، وشغالين كلهم في قسم واحد بنسميه زي النيورو ساينس او الابحاث العصبيه عشان يبداوا يشتغلوا على هذا الموضوع.
ولكن ما وصلش لمرحلة ان هو بقى علاج بشكل نهائي نقدر نقول خلاص يا إيلون ماسك. دعني اشكرك دكتور ايهاب الرفاعي استاذ جراحة المخ والاعصاب بطب قصر العين. وطالما جايبين سيرة الطب نروح لحال بائس اضيف الى حال الاشقاء في لبنان. باختصار وزارة الصحة في لبنان بتوقع عقد سنوي مع عدد من المستشفيات الخاصة لتقديم خدمة صحية للمواطنين. وصل الفلوس اللي على الحكومة لهذه المستشفيات الخاصة 1,000,000,000,000 ليرة، وحتى لا تتخض يعني ما تتخضش من الرقم، هو عبارة عن 25 مليون دولار. الفكرة إن لبنان ما فيهاش رئيس جمهورية، والحكومة اللي موجودة حكومة تيسير أعمال أو تسيير أعمال، والأحزاب والسياسيين قالوا لا، ما ينفعش الحكومة دي تطلع شيك للمستشفيات. طب يا أخوانا حالة المرضى القلب سرطان إشعاع أهم بقى من حاجة سياسية زي كده؟ لا، السياسيين والأحزاب قالوا لا، كخة عيب، مين اللي هيدفع الفاتورة؟ المواطن اللبناني للأسف. وأنا بكلمك في الأثناء دي للمرة الخامسة على التوالي فشل مجلس النواب اللبناني في اختيار رئيس للجمهورية، وفي دعوة للانعقاد في منتصف هذا الشهر لمحاولة للوصول إلى توافق سياسي حول رئيس جديد للجمهورية. حاجة صعبة جدا، عمرك شفت بلد ما فيهاش رئيس للدولة يعني وعايزين الحياة تمشي يعني عادي؟